بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن. ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران. ستوقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنكمل رحلة الإيمان، لنكمل رحلة الإيمان. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتزودوا، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناتكم قناة زاد العلمية، مساء كل يوم أحد عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والذي نستضيف فيه ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي، ليسلط فيه الضوء على بعض الجوانب الإيمانية والقضايا الفقهية المعاصرة التي يستفيد منها المسلم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم فقه التعامل مع الخلافات الأسرية. سؤال الحلقة الذي نسعد فيه بمشاركتكم: ما هي الوسائل المعينة على تجنب الخلافات الزوجية؟ ما هي الوسائل المعينة على تجنب الخلافات الزوجية؟ نستقبل مشاركاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، وعبر برنامج سكايب الذي ترونه أمامكم على الشاشة. حياكم الله يا دكتور. الله يحييك وسلم. الله يبارك فيكم. شيخنا، لو تستفتحون الحلقة ببيان مقدمة عن الخلافات الزوجية وحال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الخلافات الزوجية تحصل في كل بيت، وهذه الخلافات هي اختلاف في وجهات النظر تكون بين الزوجين، وتتطور شيئا فشيئا. أحيانا الخلاف الزوجي في أدنى مراحله يكون ربما تذمرا أو اعتراضا على شيء ما، ولكن هذا الخلاف ربما تقوى وتزداد مراحله شيئا فشيئا حتى يصل إلى بغض ونفور بين الزوجين لأسباب كثيرة ولعوامل متعددة. هذه الخلافات أو الاختلاف بين البشر طبيعة، فالله سبحانه وتعالى قد خلق الناس مختلفين. هناك قدر في الحياة الزوجية من التواؤم والاتفاق لا بد أن يكون ضروريا، ولا بد أن يكون حاصلا بين الناس، قدر ضروري لا بد أن يكون حاصلا بين الزوجين. وهناك قدر من الخلاف حصوله لا يؤثر ولا يضر، ولكن إذا كثر هذا الخلاف وتفاقم إلى درجة عالية فلا شك أنه كلما ازداد واتسع وتعمق هذا الخلاف فإنه يؤدي إلى فرقة بين الزوجين. وهذه الفرقة قبل أن تحصل هناك عدد من المراحل المتعددة لعلاجها والتعامل معها، ولكن الذي أريد أن أقول هناك الخلاف منشأه الاختلاف بين البشر، وهذا طبيعة وهذا سنة كونية في خلقة الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد اثنان متطابقان من كل وجه، وإنما الاختلاف موجود بين الناس، ولا بد أن يكون هناك قدر من التواؤم والاتفاق بين الزوجين حتى تسير هذه الحياة الزوجية. وبيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أزكى البشرية صلوات الله وسلم عليه، وزوجاته أمهات المؤمنين، قمة نساء العالمين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، قال الله جل جلاله في خطابهن: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فالشاهد، وكانت حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حياة منسجمة تمام الانسجام مع زوجاته صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خيركم لأهلي. وهذه الحياة التي كانت على أتم ما يكون من الانسجام والتوافق والطاعة والرحمة والألفة، كذلك لم تخلو من بعض الأحداث التي ربما عكرت صفوها مرة بعد مرة، ولكن ليس هذا هو هديا غالبا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته
رضي الله تعالى عنهن وارضاهن، لكن ربما يحصل منهن شيء يغضب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله جل جلاله قد حكى عن شيء من هذا في كتابه الكريم، وبين آداب تعامل زوجاته صلى الله عليه وسلم مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لو تكرمون شيخنا بذكر بعض مثلا المواقف التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم من خلافات، يعني من المواقف التي حصلت لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أنهن قد أثقلن عليه صلوات الله وسلامه عليه في طلب النفقة لهن، لما يرينه من حصول وفرة من المال بيد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينفقها للناس، فتطلعت نفوسهن للنفقة عليهن وزيادة النفقة لهن، فأكثرن عليه في طلب النفقة صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات من كتاب الكريم يعاتبهن فيها. وحصل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما قد جاء في الحديث الصحيح أنه قد آلى من نسائه شهرا، أي أنه قد اعتزلهن صلى الله عليه وسلم بعد أن أقسم على ذلك شهرا، نوعا من التأديب لهن. والله جل جلاله قد دافع عن رسوله الكريم وعظم شأنه وأخبر أنه سبحانه جل جلاله وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين يظاهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعينونه ويقفون في صفه أمام كل من يؤذيه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من عظم مقام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قد حصل كذلك أنه ربما راجعه نساؤه، يعني أنه يطلب الطلب أو يأمره به فيراجعنه في ذلك، يعني يتأكدن منه أو يحصل منهن نوع من الإلحاح على رأيهن. واستشكل هذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وجد امرأته يوما قد راجعته فكبر ذلك على عمر، قال تراجعينني؟ فقالت كيف لا أراجعك وبنتك حفصة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى حفصة رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنها وارضاها، ونصحها وأدبها حتى لا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن بيت النبوة وهو أزكى بيت وأطهر بيت، بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ربما وقع فيه شيء من هذا الخلاف لأنه غير كثير، لكن يعني ربما وقعت فيه الحادثة تلو الحادثة في حياته صلى الله عليه وسلم التي نقلت للناس ونقلها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محل الأسوة حتى في قضية خلافه صلى الله عليه وسلم أو يعني اختلافه مع زوجاته. من أعظم الحوادث التي مرت ببيت النبوة حادثة الإفك، حادثة الإفك، ولا شك أنها كانت يعني عاصفة قوية مرت بمجتمع المدينة لما تكلم الناس في عائشة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وحبه، فانتشر حديث الإفك، ولا شك أن جدوة انتشاره كانت من المنافقين الذين اقتنصوا هذه الفرصة لإيذاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيته وفي أهله. و يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني تعامله في هذه العاصفة التي مرت ببيته هو نموذج لتعامل دائما الزوج مع هذه الإشكالات التي تحصل. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، مرضت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن رجعت من هذه الغزوة، مرضت عائشة رضي الله عنها غزوة المريسيع، مرضت شهرا ولم تكن تعلم بهذه الحادثة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى علمت عن هذه الحادثة من أم مصطح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما فاتحها في هذا الموضوع ولا اتهمها ولا وبخها أو قرعها فضلا عن يضربها أو غيرها، كلا، ولكن قالت عائشة رضي الله تعالى أنها تقول لم أجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أجده منه. سبحان، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفها لكن ليس بذلك القدر الذي تعهده وتعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فلما عرفت عن حادثة الإفك وعن كلام الناس بعد مضي فترة من كلامه لم تعلم عنه ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أهلها، فلما علمت بعد ذلك قامت بتفسير
يعني المواقف السابقة, وهذا قمة التعامل النبوي الكريم مع أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذا حقيقة قضية أخرى, يعني انظر حتى أمهات المؤمنين لم يتكلم واحدة منهن على عائشة رضي الله تعالى عنها, أو أن أحدا منهن احتقرها أو تنقص من قدرها. بل إن زينب رضي الله تعالى عنها لما سئلت قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا, وهي ضرتها مع أنها أي نعم مع أنها كانت يعني الزوجة التي يعني تنافس عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قالت ما كان أحد من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يساميني مثل زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالشاهد وهذا حقيقة قمة في تعامل الزوجات مع بعضهن, يعني ما أحد يعني الإنصاف والعدل, الإنصاف والعدل والمحبة والمودة وعدم اقتناص مثل هذه الفرص لأجل الكيد والمكر, مع أنها لا شك أنها فرصة طار بها المنافقون. صحيح. ولا يعني هذا أن هذا التعامل الأخوي بين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكتنفه ربما إشكالية في مرة من المرات أو يعني تنافس أو غيره, فهذا طبيعة. ولكن انظر إلى الهدي الغالب لهن رضي الله تعالى عنهن, انظر إلى الهدي الغالب في بيت النبوة, لا شك أنه كان أكمل البيوت وأطهرها وأزكاها. وقدر الله جل جلاله هذه الإشكالات أن تحصل في بيت النبوة. والحكم من أعظم هذه الحكم بيان وإثبات بشرية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم, وبيان وإثبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محل القدوة حتى فيما يحصل له. وفي هذا يروى مرسل أو بلاغ في موطأ الإمام مالك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال إني أسهو في صلاتي لأسن. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى هذا الخطأ الذي وقع منه سهو في صلاتي ليسن للناس سنة سجود السهو وكيف يعملون. ف هذا الإشكال الذي حصل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مرجع لكل مسلم ومسلمة في أن يتعرفوا على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وخلقه في تعامله مع زوجاته أمهات المؤمنين, وفي تعامل زوجات أمهات المؤمنين مع بعضهن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه المواقف التي سمعناها شيخنا قد يمر على الإنسان مواقف أو مصاعب أقل من ذلك بكثير فتحدث خلافات عليها. صحيح. لكن ذكرتم أنه لا يخلو بيت من خلاف وأن هذه سمة في جميع البيوت الخلافات الزوجية, لكن ما هو أول طريق لعلاج هذه المشكلات التي تحصل والخلافات؟ من المهم للزوجين عند حصول الخلاف أن يتلمس ويتعرف على أسبابه حتى يعالجوا منشأ هذا الخلاف. وأسباب الخلافات الزوجية حقيقة كثيرة, فإذا تعرفوا على هذه المشكلة وسبب الخلاف, لأن أحيانا الخلاف يكون له سبب ظاهر وأحيانا يكون له سبب عميق ومستدام. فنعم ربما حصل رفع للصوت بين الزوجين في موقف من المواقف بسبب يعني التصرف المالي مثلا, إما من الزوج وإما من الزوجة. لكن ليس الإشكال في هذا التصرف بحد ذاته, لا, ليس الإشكال في هذا التصرف أنه والله اشترى شيئا يعني أغلى من سعره أو أنه لا, هناك ما حصل هذا الترافع بين الزوجين رفع الأصوات بينهما إلا أن ثمة مشكلة في علاقتهما المالية. يحتاجان إلى أن يراجعها ويناقشها بالحوار وبالهدوء, فيتلمس سبب وجذور هذا الخلاف الذي حصل بينهم. أسباب الخلافات الزوجية حقيقة كثيرة يعني ومتعددة, سواء كانت ترجع إلى الخلق كأن يكون أحدهما سريع الغضب. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما جاءه رجل قال أوصني قال لا تغضب, فردد عليه مرارا فقال لا تغضب. كون الزوجين يتعاملون مع الغضب بالهدي النبوي الكريم الذي أرشد إليه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتوضأ
وأن يجلس إن كان واقفا يخفف من هذه الحدة. أحيانا يكون الكبر والعناد بين الزوجين فيتصلب كل واحد منهم على مواقف لا داعي للتصلب عليها. وأحيانا يكون مرجع الخلاف بين الزوجين لأسباب مالية بسبب إما طلب زيادة الإنفاق أو زيادة المال أو بسبب مال المرأة وتطلع الرجل إليه أو بسبب الميراث الذي ورثته المرأة أو الميراث الذي ورثه الرجل. الخلاف بينهم في شؤون المال إما في شؤون جلب المال أو في شؤون صرف المال. يعني تحصل ولا شك أن الدنيا وتطلع النفوس للدنيا سبب من أسباب الخلافات الزوجية. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى الآيات من سورة الأحزاب لما أكثر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفقة أنزل الله سبحانه وتعالى آيات التخير في سورة الأحزاب. يا نساء النبي في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إلى آخر الآيات. فآية التخير هذه نزلت لما أثقلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفقة فأنزل الله سبحانه وتعالى آيات التخير لهن. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة أحسنت إن كنت يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن جزاك الله خير تصحيح الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. فآية التخير هذه نزلت لما أثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب النفقة. فالشاهد أن النزاعات في الشؤون المالية تحصل بين الزوجين وطلب زيادة النفقة أو الادخار أو الاستثمار أو زيادة المصروفات أو أيا كان من أنواع الخلافات المالية. أحيانا يكون سبب الخلافات الزوجية شيء خارج الأسرة. ذكرتم أولا بعض الصفات والطبائع الزوجين من الكبر والعناد والغضب، ثم ذكرتم يعني الأمر الآخر أو الخلافات المالية. وأحيانا يكون شيء من خارج الزوجين، يعني تأثير مثلا أهل الزوج أو أهل الزوجة أو تأثير كلام الناس أو أصدقاء الزوج أو أصدقاء الزوجة صديقات الزوجة. أحيانا يكون هذه الخلافات هذه التأثيرات تؤثر سلبا على العلاقة الزوجية بين الزوجين. لذلك في الحديث الشريف ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو أفسد امرأة على زوجها. لا يجوز هذا الإفساد بمعنى أن تذكر التخبيب بمعنى الإفساد. أحسنت التخبيب بمعنى الإفساد التحريض على الخروج من الأسرة، الخروج من الاستنقاص والتشويه من خلال استنقاص أو تشويه أو غير ذلك من الأسباب. يعني أحيانا يكون سبب الخلافات الزوجية وسائل الإعلام، ما يبث في وسائل الإعلام من أفلام أو مسلسلات رديئة تبث فتن الشهوات وفتن الشبهات فتغري الزوج بنساء غير زوجته وتغري الزوجة برجال غير زوجها وتحاول أن تزين له ولها، تحاول أن تزين وتصور الخيالات التي لا يمكن أو لا يتصور أن تقع أو أنها تقع بشكل قليل وتفسد يعني العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بسبب أنهم يعيشون في هذه الأحلام. وهذه الإشكالات أحيانا وهذه الإشكالات بالمناسبة تكثر في بداية الزواج. لذلك أنا حقيقة أوصي وصية لكل زوجين أن يتريثا دائما ويصبرا على بعضهما في السنتين الأولى من الزواج، لأنه باستقرار الزواج في هاتين السنتين يستقر إن شاء الله تعالى شأن الزواج بعد ذلك. لكن في البداية لا شك أن كل من الزوجين جاء من بيته بأخلاقه وطباعه وبأخلاق أهله وطباعهم وطريقة تعامله إلى بيت جديد يحتاجان فيه إلى نوع من
التوائم والتأقلم حتى يتشكل هذا البيت الجديد. حتى يتشكل هذا البيت لا شك أنه سيحصل نوع من يعني الاختلافات الناشئة عن تصورات مختلفة عن طبائع مختلفة، فلا بد من الصبر في هاتين السنتين الأوليين حتى يقوم هذا البيت الجديد وينشأ وتستقر الحياة الجديدة، وربما التغيير يكون بصعوبة ويكون له مشقة على النفوس. فإذا تعجل أحد الزوجين التغيير في الآخر أو أرادا هذا كذلك من الإشكالات أحيانا. يعني يقول الزوج يعني لزوجتي يعني أنني قد نصحتك قبل ذلك، أو تقول الزوجة أنني قد بينت هذا الخطأ قبل ذلك، وكأنهم يريدون يعني تصحيح الطباع من إبلاغ بالخطأ مرة واحدة. يعني ليست النفوس كذلك، ليست النفوس كذلك، النفوس تحتاج إلى معالجة وتربية وتصحيح وتحمل الخطأ، والخطأ قد يتكرر فيحتاج إلى يعني إلى صبر أحيانا. من وهذه قضية مهمة في قضية التعامل مع الخلافات الزوجية، الاستعجال والعجلة في قضية الخلافات الزوجية، في قضية علاج الخلافات الزوجية بشكل مبالغ فيه، وأحيانا يكون الإبطاء والترك لهذه الخلافات الزوجية سببا في تعميقها. لذلك الخلافات الزوجية تختلف، يعني بعض المرات يعني لابد أن يترك هناك فرصة للتفكير وللروية في التفكير وللتغيير وللتعديل، وفي المقابل ينبغي الحذر من ترك الخلافات الزوجية أن تتراكم وأن تتعمق. فلذلك لابد من المبادرة إلى علاجها بشيء ما. هذا حقيقة يعني من أهم أسباب الخلافات الزوجية لعلي يعني أغفلته، اللسان. لعلنا شيخنا نأخذ موضوع اللسان والكلام فيه بعد الفاصل لو تأذنوا. طيب. لنا أحبتي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فما أعظمه من جزاء أن يقع الأجر على الله، وما أجمل أن يعامل المسلم الناس بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو هو عن الناس، وكما يحب أن يصفح الله عنه فليصفح هو عنهم، فإن الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال الحسن البصري رحمه الله: أفضل أخلاق المؤمن العفو، فمن عرف بالصفح والعفو زاد شرفه وعزه وساد قدره وعظم في القلوب. فالواجب على العاقل توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس وترك الخروج لمجازات الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها. وللتخلق بالعفو والصفح ثمرات جليلة، منها أن فيه رحمة بالمسيء وتقديرا لجانب الضعف البشري، أن فيه توثيقا للروابط ونشرا للألفة والمودة بين أفراد المجتمع، أنه سبب مهم لتحصيل التقوى. قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، أن فيه حسما لمادة الشر وتفاقم العداوات. وقد قال بعض البلغاء: ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض، أن في العفو امتثالا لأمر الله وطلبا لعفوه وغفرانه. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن. حياكم الله أيها الحبة الكرام مرة أخرى، وحياكم الله دكتور. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كنا قد توقفنا عند موضوع اللسان. نحسد يعني ينبغي للزوجين أن يراعوا ألفاظهما وطريقة حديثهما وأصواتهما والتأدب بأدب الحديث حتى لا يكون حديثهما وحوارهما سببا للخلاف. دائما الحوار الهادئ والنقاش سبب لإطفاء كثير من المشكلات ولتفاهم كل من الزوجين لما لدى الطرف الآخر وتفاهم وجهة نظره، وأحيانا أصلا لا يكون بينهما خلاف ولكن ينشأ الخلاف فقط من الصوت والكلام. فأحيانا دائما يعني تعزيز الحوار بينهما والنقاش لا شك أنه مما يعني مما يعالج كثيرا في إطفاء هذه الخلافات الزوجية. بالنسبة شيخنا لإخراج أو إخراج الأخبار من بيت الزوجية إلى أهالي الزوجين أو تدخل أهل أحد الزوجين في المواضيع الخاصة بالزوجين، هل يكون سببا للمشاكل؟ يعني الأصل أن الخلافات الزوجية تحل داخل المنزل. متى يحصل تدخل الأطراف الخارجية؟ في مرحلة متأخرة في علاج الخلاف بين الزوجين، ولكن لا يلجأ إليها في المراحل الأولى من الخلاف، بل أحيانا إذا لجئ إلى الأطراف الخارجية ولو كانوا من أقرب الأقربين في حل هذه المشاكل الزوجية ربما يفاقم هذه المشكلة الزوجية، وربما لو لم يتدخل هؤلاء الأطراف الخارجيون لتم حلها وعلاجها بدونهم. فلذلك هذا يكون في مرحلة متأخرة في إصلاح الخلافات الزوجية. الأمر كذلك الذي ينبغي التنبيه إليه وهو ينبغي للزوجين أن يحفظا أسرار بيتهما، فإن للبيوت أسرارا، وأن يحرصا على ألا يفشي أحدهما عن الآخر شيئا يكرهه. الضابط في ذلك، الضابط إفشاء الأسرار، يعني هناك قدر ممنوع ومحرم وهو ما يتعلق بالاتصال والجماع بين الزوجين. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. فلا يتحدث الرجل عن طبيعة جماعه مع امرأته ولا المرأة كذلك. وهناك قدر يعني خاضع للمصلحة والمفسدة، لا ينبغي للرجل مثلا يتحدث عن مثلا علاقات شخصية بينه وبين أهله أو بينه وبين أبنائه يعني تسيء إليهم أو يعني قد تضر به أو تسيء إليه. وكذلك المرأة لا تتحدث عن شيء يسيء إليها أو يسيء إلى زوجها. وهناك قدر ليس سرا، ليس من الأسرار، أنه مثلا بعض العلاقات بينهم أو بعض الرسائل أو المحادثات ليست سرا أصلا ينبغي، أو الهدايا أو الهدايا يعني. فلذلك أنا أقول هذه خاضعة لتقدير الزوجين، لكن هناك قدر حقيقة ينبغي حماية جنابه وهو القدر المنصوص عليه في الحديث النبوي الشريف. نعم. بالنسبة لربط بعض الخلافات بموضوع السحر والعين، البعض قد يحصل له خلاف زوجي فيربطه مباشرة بأنه قد يكون تعرض لحسد أو عين أو سحر من ذلك. أي أحسن، في الحديث النبوي الشريف إن العين حق والسحر لا شك أنه حق، وقد يكون هذا سببا للخلافات الزوجية وقد لا يكون سببا للخلاف الزوجي. حقيقة الزوجين ينبغي أن يتعاملوا مع هذا الموضوع بتوازن، فلا يرجع كل خلاف بينهم وكل مشكلة إلى السحر والحسد، ولا يهمل الأخذ بالأسباب الشرعية والعلاجات الشرعية الواردة والرقية الشرعية الواردة بقراءة المعوذات الشرعية وقراءة آية الكرسي، الأخذ بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى الشرعية. فهذا الأمر يتوازنون فيه، ولا حقيقة يلاحظ أنه ربما أكثر بعض الناس في التعلق بأن سبب الخلاف هو الحسد والسحر وغير ذلك، وكأنه يريد أن يلقي باللائمة إلى الآخرين على الآخرين، ولا يريد أن يعني ينشغل بإصلاح ذاته وعيوبه وأهله وأسرته.
فتجد أنه كثير ما يعلق، كثيرا ما يعلق يعني مشكلاته على أن فلانا فعل وفلانا فعل وأن فلانا سحر وفلانا وغير ذلك. فلذلك دائما يحرص الزوجان على يعني معالجة إشكالاتهما دون تعليقها بالآخرين، بل حتى لو حصل هذا فعلا فإن علاجه إنما يبتدئ منهم هم بدعاء الله جل جلاله والأخذ بالرقى الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم. نعم شيخنا، البعض يعلق بعض أكثر المشاكل، البعض يعلق أكثر المشاكل على غفلة الزوجين عن الحقوق والواجبات التي لكل منهما على الآخر، والبعض الآخر قد يقول أن العلاقة الزوجية تبنى على الأخلاق والتعامل الحسن بغض النظر عن الحقوق والواجبات، فما القول في ذلك؟ التوازن. نعم. التوازن يعني التوازن هو، لو أردت أن أقول إن أهم كلمة في قضية فقه الخلافات الزوجية هي التوازن. التوازن بين التوازن ماذا؟ بين الأحكام والأخلاق. نعم. التوازن بين الحب والبغض، التوازن في التعامل، التوازن في الانشغال، التوازن في الجوانب التربوية، التوازن في الترغيب، التوازن في الترهيب. ينبغي الإنسان يكون متوازنا. الإنسان دائما إذا أخذ بطرف كلا طرفي قصد الأمور ذميم. كل إنسان يتوازن، ومن هذا التوازن بين الأحكام الشرعية والحلال والحرام والحقوق والواجبات التي للزوج على زوجته أو على الزوج لزوجته وللطرف الآخر على الزوج. هذا التوازن في هذا الموضوع بينه وبين الأخلاق مهم جدا. لا يمكن أن تقوم الحياة الزوجية على الحقوق مجردة، وأن كل طرف يطالب الآخر بالحقوق التي له والطرف الآخر يطالب بالحقوق التي له، فإن الزواج شراكة وميثاق غليظ وليس عقد بيع أو عقد إيجار أو يعني أو شريكين في شراكة مالية، وإنما هي شراكة في موضوع الأسرة. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى الزواج ميثاقا غليظا. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فليس التعامل فيه كالتعامل في عقد بيع أو غير ذلك، لا، وإنما يحتاج، لا شك هناك حقوق وواجبات، ولكن لا شك أنه يحتاج في قيامه إلى الأخلاق والسماحة والرحمة والمودة وحسن الخلق وحسن التودد وحسن التبعل. كل هذه مما يحتاجه الزوجة. كذلك في المقابل، ربما بالغ الزوجان وظنوا أنه بأخلاقهم أنهم سوف يديرون كفة الحياة الزوجية دون أن يعرف كل واحد منهما ما للآخر من الحقوق. وهذا قد يعني يسير ويصلح في أحوال الرضا والسرور، ولكن ليس في كل حال. لابد أن يعرف كل طرف في هذه العلاقة الزوجية ما للآخر من الحقوق ما عليه من الواجبات. فلذلك التوازن بين معرفة الحقوق والواجبات والتعامل بالخلق الحسن الذي لا يقف عند هذه الحقوق والواجبات، لا شك أن التوازن بينهما والدمج بينهما هو مفتاح النجاح بإذن الله تعالى في هذه الحياة الزوجية. وهذا هو هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال وأنا خيركم لأهلي. هذه الخيرية تقتضي أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقوم بشيء يزيد على القدر الواجب والحق الواجب عليه. نعم، هذه الحقوق والواجبات التي نتحدث عنها، هل هي قائمة على نصوص شرعية أم هي قائمة على العرف الذي يكون سائدا في البلد؟ أحسنت، بعضها كذلك وبعضها كذلك. نعم. يعني بعض هذه الحقوق والواجبات مرده إلى نصوص شرعية أمرت به أو أوجبته، وبعض هذه الحقوق والواجبات أحالت النصوص الشرعية فيه إلى العرف. فيعني نضرب لذلك بعض الأمثلة. فحق مثلا المرأة بالنفقة أصله واجب، ولكن قدره مرجعه إلى العرف. فلو سألت المرأة كم القدر الواجب الذي يجب على الرجل أن ينفقه عليه، فإننا نقول مثلا هو 10 دولار أو 20 دولار أو 100 دولار أو 1000 دولار، وإنما نقول مرجعه وتقديره إلى العرف وهكذا. فبعض هذه الحقوق والواجبات لا شك أنه يرجع
في أصله للشريعة ويرجع في تقديره إلى العرف. نعم شيخنا، معنا مداخلة للشيخ الدكتور سليمان بن صالح الخميس. الشيخ سليمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله العزيزي على مرحبا. يا مرحبا حياكم الله دكتور. الشيخ سليمان محامي، الدكتور سليمان ومتخصص في مثل هذه الموضوع. شيخنا، وتحدثونا عن الوقاية عن المنازعات الزوجية وما يتعلق بذلك. نعم جزاك الله خير، ونسأل الله عز وجل ينفع بكم إن شاء الله وينفع بهذا البرنامج. في الحقيقة أن قضية الوقاية من النزاعات الزوجية قضية مهمة. الإشكالية هنا أننا يجب أن نعلم أن النزاعات الزوجية الرابح فيها خاسر، هذا الأصل فيها، الرابح فيها خاسر. فليس في النزاعات الزوجية أن الإنسان يقول أنا كسبت، في الواقع الجميع خاسر، لكن درجة الخسارة قد تختلف، قد يكون هناك نوع من تحصيل بعض الحق الذي فات، جبر بعض الكسر الذي حصل، تحصيل بعض المعروف أو نحو ذلك. فالخاسر في النزاعات الزوجية خسران، ولذلك مسألة أن نسعى إلى الوقاية من النزاعات الزوجية من حيث الأصل يجب أن يكون باعتبار كلا الزوجين، بمعنى أن الزوج والزوجة، الأسرة كاملة تحاول أن تتجنب الوصول إلى مرحلة النزاع. ولاحظ يا أستاذ عبد، نتكلم عن النزاع ولست أتكلم عن الخلاف. الخلاف أمر طبيعي، أمر طبيعي، وقد حصل في بيت النبوة وفي أكرم الناس، ولا إشكال فيه، طبيعي أن يختلف الرجل والمرأة أو الزوج والزوجة. لكن الإشكالية أن تصل المسألة إلى مسألة منازعة. في هذه الحالة يجب أن نتكلم لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا عن طرق الوقاية من النزاعات الزوجية، يعني كيف نتجنب الوصول لمرحلة النزاع. في الحقيقة أول شيء أن نحتاجه لكي نتجنب النزاع هو أن نفهم طبيعة الحوار الزوجي. الإشكالية أنه بعض الأزواج أو بعض الزوجات يتفهمون معنى الحوار الزوجي أنه مفاوضات، أنه نقاش، وهذا غير صحيح. هناك الحوار الزوجي يقوم على أساس التعايش بين الزوجين، بمعنى أن المرأة لا تنظر لمسألة أو الرجل لا ينظران إلى مسألة الحوار الزوجي أنه قضية يجب أن تحسم بجلسة جلستين أو ثلاث، وإنما ينظران إلى مسألة الحوار الزوجي أنه طريقة للتعايش بين شخصين أو بين رغبتين، طريقة التعايش بين الزوجين، بين شخصين أو بين رغبتين. ليس هناك نتيجة محسومة في الغالب، يعني مثلا لو كانت الزوجة تريد شيء معين والزوج يرفض هذا الشيء المعين، ليس هناك جلسة جلستين ثلاث لكي نصل هل نقره أو لا نقره، لكن قد نصل دون أن نشعر قد نصل إلى حل وسط في مثل هذه الأمور التي تحصل بين الزوجين. فهم طبيعة الحوار الزوجي وأنه ليس عبارة عن مفاوضات، هذا بداية جيدة لمسألة الوقاية من النزاعات الزوجية. تجنب تدخل الآخرين، تجنب التدخل من الآخرين، سواء من الوالدين أحيانا، من الأقرباء، من الأصدقاء، إلا بالقدر الضروري. هذا من أهم المهمات في تجنب النزاع، عدم المبادرة إلى الاستشارة القانونية. هذه مهمة جدا في الحقيقة. بعض الزوجات أول ما يحصل معها مشكلة مع زوجها ترفع، تدخل الإنترنت، محامي مختص في الأحوال الشخصية، محامي طلاق، محامي خلع، ثم ما تعرف من تصل إليه. قد تصل إلى رجل ينظر لمصلحة أخرى، قد تصل إلى امرأة أو محامية تنظر إلى مصلحة أخرى. عدم المبادرة، يعني نحن بحاجة إلى أن نقدم الاستشارة المناسبة للعلاجية، وليس الاستشارة التي تتجه اتجاه البتر. مسارعة بعض الأزواج أو الزوجات إلى استشارات قانونية في موضوع الحياة الزوجية أرى أنها ليست من الحكمة. دكتور، أنا أقول هذا الكلام وأنا محامي، لكن أقول أنها من الخطأ أن المرأة أول ما يحصل لها مشكلة تتصل على المحامي، إيش حقي وإيش حقه.
هذا غير صحيح. نعم دكتور أعتذر منك، لكن لو بنسأل مثلا ما هو أكبر سبب بحكم خبرتكم وما مر عليكم من قصص واستشارات، أكبر سبب للخلافات وكذلك أول حل لهذه الخلافات لو تذكرون؟ أكبر سبب في النزاعات الزوجية هو اعتبار أن تكرار كلمة حق. نعم. تكرار كلمة حق سواء في الرجل أو في المرأة. هذا حقي وهذا حقي. نعم. إيه هذا حقي وهذا لي، أنا هل له أن يمنعني من كذا وهل لي أن أجبرها على كذا؟ ما هكذا تعيش الحياة الزوجية. المسألة ما هي بس حقوق يا أستاذ عبد العزيز. نعم. مسألة تعايش، مسألة حب ومودة ورحمة، مسألة إكرام، مسألة إحسان. نعم. ما هي حقوق، ما هي شروط؟ أكثر أسباب المشاكل الزوجية بسبب كثرة الشروط، وأكثر والعقود التي تمتلى بالشروط ما في الغالب، يعني إن كان الشرط عند رجل كريم لا، إذا لم تشترط على الكريم، إذا لم تشترط على الكريم فلن يضرك، وإذا اشترطت على اللئيم فلن ينفعك شرطك. فمسألة النظر إلى أن العلاقة بين الزوجين هي حقي وحقك، هذه في الحقيقة أكبر سبب لنشوء النزاعات. أنا أتكلم عن النزاعات، ترى ما أتكلم عن الخلافات. الخلافات أمر طبيعي. هو موضوع الحلقة نعم مرتبط بذلك، لكن أول لو تكرمونا بأول ما يتبادر إلى الذهن من وسائل العلاج في ذلك. أول ما يتبادر إلى الذهن أن الإنسان يستبدل الحق بالتضحية، بالواجب، بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. نعم. الرجل يبادر والمرأة تبادر إلى المعروف، إلى الإحسان، وستجد أن النتيجة بإذن الله. يعني الأمر الثاني وأهم ما يكون، هذا أمر يعني لا يلحظه الجميع، عدم العجلة. يعني المرأة أو الرجل، حتى اللي بيقول لا، أنا دائما أقول للرجال إذا أردت تقول لا لا تقول لا اليوم، قل لا بكرة وقل لا بكرة. نعم. يعني إذا قالت المرأة تريد الشيء الفلاني لا تبادر بلا، وإذا قالت الرجال يريد الشيء الفلاني لا تقولي لا بسرعة حتى لو كنت ما عندك نية توافقين. نعم. قولي على الله يسر، بحاول إن شاء الله، بعدين قولي عجزت. نعم. بكل بلغة بسيطة بهذا الشكل. صحيح. وهو يعني أهون من قضية العجلة في إبداء الرد. صحيح. مباشرة حقي ما هو حقي وهكذا. صحيح. أكرمكم الله شيخنا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ما قصرتوا. الله يوفقكم. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. جزاكم الله دكتور منصور، إن كان لكم من تعليق على يعني شكر الله للشيخ الدكتور سليمان وجزاه الله خير الجزاء، كلمات رائعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن تقع في محلها بإذن الله تعالى. إن كان لكم من تعليق عن بعض ما يعني لما نتحدث عن الخلافات الزوجية مثل ما ذكر يعني الدكتور، فرق بينه وبين النزاعات. نعم. الخلافات هي مرحلة مبدئية، والنزاع لا شك أنه مرحلة يعني متأخرة، فدائما حل هذه الخلافات في بداية نشأتها بين الزوجين وداخل نطاق الأسرة بالحلول الشرعية التي تقتضيها الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها هي أول ما يبدأ به الزوجان. وهذه الحلول التي يمكن استخدامها كثيرة، سواء كان بالنصح أو التوجيه أو إبداء الغضب بعض المرات، هذه كلها يعني نافعة بإذن الله تعالى. بعد إن يعني داخل إطار الزوجية إن لم تنفع هذه الحلول، وهذا معناها أنه هذا الخلاف عميق جدا وتطور إلى مرحلة عميقة جدا، فهنا يلجأ الزوجان إلى صلح بينهما لبقاء رابطة الزوجية مع التنازل قانونيا عن بعض الحقوق التي له، سواء كان للزوج أو للزوجة. هذا الصلح فيه بقاء لرابطة الزوجية، ولكن فيه اتفاق قانوني ملزم على الخروج عن الإطار المعهود للحقوق والواجبات إلى إطار جديد يتفقان عليه. بعد ذلك مرحلة ثالثة، وهي إن لم ينفع هذا فإنه هنا يكون هناك تحكيم بين الزوجين. من طرفين، أحدهما مختار من قبل الزوجة والآخر مختار من قبل الزوج،
يحلان ويربطان وفق ما يريانه من مصلحة الزوجين. إما نفع مثل هذا التحكيم فمعنى ذلك أننا سوف ننتقل إلى التفريق بين الزوجين، وقاعدة التفريق بين الزوجين هي الإمساك معروفة وتسريح بالإحسان. فإن أراد الزوج وكانت سبب الإشكالية أو الخلاف بشيء من الزوج، طلب من الزوج أو رغبة من الزوج، وهو الذي يريد حل عقدة النكاح، فإنه يطلق ولا يجوز له أن يطلب شيئا من مهره. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الآن نحن نتكلم عن آخر خطوة من آخر خطوات العلاج. أيوة أحسنت، آخر الفراق خطوة بين الزوجين. الفراق بين الزوجين، فإن كان من قبل الزوج فإنه يكون طلاقا، وإن كان من قبل الزوجة فإنها تطالب بالخلع الذي لها، وهي أن ترد إلى الزوج شيئا من المال لتفتدي نفسها وتختلع من هذا الزوج. أو غير الطلاق وغير الخلع، وهو فسخ النكاح من قبل القضاء، فللزوج أن يطالب بفسخ النكاح مع رد المهر إليه، وللزوجة أن تطالب بفسخ النكاح دون أن تدفع إليه شيئا من المهر. وهل للقاضي أن يقسم المبلغ مثلا أو يحكم بما يراه؟ أحسن، القاضي حينئذ ينظر بحسب يعني المبررات التي يقدمها الزوج أو المبررات التي تقدمها الزوجة. ولكن كما ذكرت هذا آخر العلاج، ولا يلجأ إليه الزوجان إلا بعد أول شيء، وهو محاولة الإصلاح والحوار داخل الأسرة بينهما قبل أن يخرج هذا الخلاف إلى أطراف خارجية. معنا اتصال من الأخ أشرف من السودان. أشرف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يبارك فيك، حياكم الله. هل العلاقة الزوجية هي علاقة تكامل أم هي علاقة صراع؟ هل هذا المفهوم يعني واضح يكون للزوجين؟ هل هي علاقة بتاع تكامل أم صراع؟ جميل. والخلافات، ما هي أثر الخلافات على الأطفال؟ نعم، جميل جدا، جميل جدا. السؤال الثاني، المرأة في المناسبات تتزين، نعم، وكذلك الزوج، أما بالنسبة في بينهما فنجد أن هنالك قصور في هذا الأمر. الأمر الآخر، نسأل الشيخ، تقصد التزين؟ نعم، على عرف بعضه وعرض عن بعض، ما معنى هذا القول؟ نعم، وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير أشرف. شيخنا تبقت دقيقة ونصف لو يعني أقول الكريم لما يقول العلاقة بين الزوجين، لا شك العلاقة بين الزوجين هي شراكة في هذه الأسرة وتكامل بينهما، وليست صراعا. يعني لا تقوم الحياة بين الزوجين على الصراع. كيف يقوم الإنسان؟ يعني الله سبحانه وتعالى سماها سكنا ورحمة، فهي لا شك أنها علاقة سكن ورحمة، جعل الله سبحانه وتعالى للرجل فيها قوامة على المرأة، الرجال قوامون على النساء، وجعل المرأة حافظا لهذه الأسرة، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فلا شك أن هذه العلاقة بين الزوجين يعني لا تقوم على الصراع. أما قول أخينا الكريم عن التزين، فلا شك أن المرأة مأمورة بالتزين لزوجها، والرجل مأمور بالتزين لامرأته. ففي الحديث في قول الله سبحانه وتعالى: عاشروهن بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: قال كن لها كما تحب أن تكون هي لك. فالمرأة تتزين لزوجها وتتودد إليه وتتحبب إليه، والرجل كذلك يتزين لامرأته ويتودد إليها. أخو الكريم أشار في هذه الآية الكريمة إلى مبدأ مهم من مبادئ الخلافات الزوجية وعلاجها، ألا هو التغافل والإعراض، والإعراض عن بعض ما رآه الرجل أو سمعه عن زوجه. فالتغافل لا شك أنه نوع من التجاوز، ويفيد مع كريم الخلق، وهو نوع من كرم الأخلاق. لا شك أن إذا الرجل كان كريم الخلق والمرأة كانت كريمة الخلق، فإن هذا التغافل يكون نافعا، والإعراض عن بعض الأخطاء التي حصلت، وأحيانا يكون التلميح والتعريض بشيء كاف في إصلاحه وعلاجه. وذكرت أن هذا حقيقة يكون من كرم أخلاق الزوجين، أسأل الله سبحانه وتعالى. وعكسه التعداد، كثرة التدقيق وكثرة التدقيق والمحاققة. بمعنى أن يقول الرجل لامرأتي: فعلت كذا في يوم كذا بتاريخ كذا، وكنت قلت كذا وفعلت، وتقول المرأة: إنك قد فعلت كذا بتاريخ كذا في يوم كذا. ويبدأ
يبدأ الزوجان في يعني ذكر قائمة أخطاء وتصرفات ومواقف. وأن تعفوا أقرب للتقوى. أي نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم، وسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. جزاكم الله خير. نشكركم أحبة الكرام على حسن متابعتكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا رحلة الإيمان مع الإسلام والإحسان، نسير بنور مخرجنا من الظلمات بالقرآن، من الظلمات بالقرآن. ومرشدنا معلمنا بهدي جاء كالميزان، إلى ما فيه منجاة من الأهوال والنيران، من الأهوال والنيران. توقفنا محطات سنلقاها بكل مكان، تزودنا من التقوى لنا.